الآن خلاصة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أهم الغزوات، أهم الغزوات مهمة جدا نضبطها سبعة. كم؟ سبعة: بدر، أحد، الخندق، خلاص، وتسمى الأحزاب. طيب، وعندنا فتح مكة وخيبر وتبوك وحنين، هذه أهم الغزوات كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، مهمة جدا. بدر تسمى بدر الكبرى، لأن عندنا بدر الموعد، وواعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا العام الثاني ولم يأتوا، مفهوم؟ نعم، على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أهم الغزوات عندنا سبعة نركز عليها. نعم.